بونسوار. بونسوار يا حبيبي. انا لك لون حلو اهو على المسا. ازيك يا مسيو؟ ازيك يا شيخ؟ انا معجب قوي بالابرن. الابرن الجينز. صناعه مصري، مصنع مصري برضو. انا صناعه مصري، ديزاينر مصري. انا بقى يهمني الموضوع ده. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ تمام يا حبيبي، منور يا استاذ. تسلم. طيب انا هشاور، تقول لي ايه ده؟ يلا بينا. خلاص. ايه ده؟ ده جمبري بيتعمل بطريقه اسمها باتر فلاي. ايه الحاجات اللي باظه منه دي؟ اللي باظه ايه؟ الصوص. ده صوص جنزبيل بالثوم والزبده. اللي هو ده. اللي هو ده. طيب وما هذا؟ ده بلح البحر، عاملين له صوص. هناكله مستوي؟ مش بتاكل ني؟ لا، بتاكل نص سوا كده. مش اوكي. عاملين له صوص برضه مخصوص بيه. ودي المكرونه بصوص الريحان او الباستو صوص. فيونكات. وايه ده؟ لا، ده خضار. ابيتايزر. وزبده برضه. دي مناظر كلها؟ كلها مناظر. كل ده مناظر. كلها بنلعب. وبدانس بقى ده وده مناظر برضه؟ مناظر عشان ده الزبده. ده لا لا يعني لا 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 بصراحه الدانش. بصراحه ابدعت. ثانك يو. اشكرك. هذا اعتز بيها. حياتي. انت عايز تبتدي بايه؟ هبتدي بالجمبري، نقول مقاديره. يلا يا جوجو، هناكلك جمبري. هتفسمر النهارده يا جوجو. حط المقادير يا ولد. نص كيلو جمبري حجم كبير، معلقتين توم مفروم، معلقتين عصير ليمون، بشر ليمونه، ملح وفلفل، 6 معالق زبده، معلقتين بقدونس اخضر مفروم ناعم، معلقه جنزبيل مبشور، نص كوبايه كريم الطبخ. الله. ابتدي. جمبري بالكريمه. ده الصوص. ده لطيف. ممكن عايز بس اوريك احنا بنعمل ايه. اعمل اللي انت عايزه حبيبي. ايه بتعمل ايه؟ الجمبري. الجمبري بيبقى مفتوح كده، هو ظهره. ده وبنحمره. انا هفتح لك واحده دلوقتي عشان اوريك بتتعمل ازاي بالمقص. ازاي؟ انت جايب جامبو كمان. احنا عندنا اعز من شارع شريف. يعني هو اللي دافع، الانتاج هو اللي دافع. لازم اضحكه كده. متأكد؟ طبعا. دق دق. وبعدين بفتح كده. بتشيل الحبل الاسود ولا؟ طبعا. هو فين؟ ده ما عندوش حبل. لا اهو. بس ده اصفر مش اسود. يعني ما هو حسب ده ايه، واكل موز ده ولا ايه؟ حسب الـ لا الـ 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 يعني الفريشنس. كنت لسه كنت عايز اقولها بالعربي. يعني حسب طازه قد ايه؟ يعني ده طازه ولا مش طازه؟ طازه يا فندم. هتحمره في ايه؟ ممكن شويه زيت وزبده بعد في دي. اوكي. اسمع، عايز واحده اكبر من دي بس. اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. لا دي اوكي. زيت وزبده. ايه دي الزيت؟ عايز افتح واحدة كمان ولا كفاية؟ انت وضميرك. ممكن شوية زبدة من دي؟ قد ايه؟ واحدة بس. مربع زبدة. نقلب كده اهو. افتح واحدة كمان عشان نشوف. هات بقى اللي جاهز هنا. حط بس شوية ملح وفلفل. عليه؟ هو في النار. طب بصوا بقى بيتحط ازاي بالمشقلوب. على ظهره. خلي بالنا ان يبقى انه بيكش بسرعه. طبعا ده بيستوي في ثواني. ده اقل من ثواني. اسمح لي احط واحده ثانيه. اسمح لك. يا مومبي. انا هعمل واحده ثانيه اهو. مفيش مكان ليها بس عشان الناس تشوف. ماشي. ريحته تجنن، يخرب عقلك. ده على فكره معلوش اي حاجه. ما هو مش ما هو بقى ده الحلو في ال اقلبه ولا اسيبه؟ لا 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 ما بيتقلبش. اقلب طبعا، لازم يتقلب دلوقتي ولا مش دلوقتي؟ ممكن تقلبه دلوقتي لان احنا لسه هنحط له صوص. يا وعدي ده في بطارخ. اموت انا في الجمبري لما بيزقزق كده. جمبري. ممكن نزنق واحده؟ استنى بس. جمبري مشوي. جمبري. جمبري طبعا. هات.
انا ما حطيتلوش اي حاجه عشان الصوص بتاعه هو اللي فيه كل التتبيله. ممكن انا بقى لو مش عايز شكله يغير ممكن اضغط عليه بحاجه يعني. تقول ايه يا شكله عادي يعني. شكله مش وحش. ريحته حلوه بشكل. ممكن نعمل بقى الصوص بتاعه. يلا احط لك ايه في الطاسه؟ دي بقى هنحط كل الزبده اللي عندنا. هي دي؟ عشان خاطر. وعليها ايه عشان الطاسه مولعه؟ احطها؟ يا حبيبي. الصوص ده عباره عن ثوم بزبده وجنزبيل مبشور كميه كبيره من الجنزبيل. بقدونس ناعم مفروم ناعم. الله بص بقى الريحه حلوه ازاي. الله يا ولاد زست ليمون. زست ليمون احلى حاجه. زست يعني ايه بالعربي؟ لا معرفش. نكهه. بغلس عليك. والله انا عارفه. وبعدين هسيبها بقى ايه دقايق بس الثوم مش عايزه يلون يعني انا مش عايزه يسود. واحط السنه كريمه. ده ما هيخلص نطلعه في طبق. هو خلاص كده على فكره. هتحطه في الفرن؟ لا خلاص كده مش محتاج. مش تقول. لو عايزه تقل الصوص ممكن احط شويه دقيق بس انا بالنسبه لي ده كثافته كده كويسه. ده كبير قوي الطبق ده. فين الطبق الثاني؟ عايز طبق؟ في طبق اهو لو عايز. لا اهو ده كبير قوي. ده صغير قوي. نطلع الجمبري. لا لا يا وعدي. طبعا ناخد الصوص اللي فاضل ده صح؟ ده ممكن بس هو اوريدي في زبده كتير قوي فاحنا مش محتاجين يعني. تفتكر؟ خلينا نشيلها دي. اتفضل بقى حضرتك. خلاص؟ اوعى كده عشان انا فرحان. طب يا رب دايما. بص على الرحاق نازلين عليه ايه؟ ممكن بقى ما اسويش الجمبري اصلا واحطه في صينيه واعمل الصوص ده وادخله الفرن. بس انا بحب الجمبري يبقى نص سوا. جبار جبار جبار. بص بص بيتغزل لك فيه ازاي طبعا. واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك.